لا باك القرص يا الربع انا لا اسلم بالله من سعد الرحمن بالله تسلم مره من المرات صغير انا في عمري واهرج ابوي ابوي كتف اخواني كل ابوهم كل منهم اعطاه قصيده ونصيحه واجيه مره من المرات قلت انت وراك ما تكتب فيني وش قصري على اخواني وانا صغير سادس ابتدائي ولا خامس قال له بدي انك ترد علي اخوانك اللي اعطيت واحد منهم قصيده رد علي قلت ابشر هات قال وجودي وجودي على غردية شكلها عجيب يا سلام ليا جيت انا بيها تضحك ما حاجره ليا جيت بالي حاجة قلبها لبيب تعرف انها من نظرتي يوم ناظرها وتفرق عن الأجيال بالعقل والتأديب على ما تمنى بنت صقر مصقرها يا عبودة بها مرجع في العوارض شب وأنا ما استطيع بعض الألوان أغيرها بعض ناس قالوا غير الحنك ما هو عيب أشهر قليلة لين يدرج صغيرها وميزت وان الغادر فعل علي صعب ما هي عشقتي لان كان ابن حال جابرها أبلي تجيني راغبتني بلا ترغيب علي الحانات اني لا ضحك نواظرها سلام قلت ابشر لك بنت ما عاد لي غيرك صح صوتك صح صوتك وصح زانك صح دنك وعمارك ما تقصر يعني برده والله ما رد لا هو يتوجه